ومنتخب مصر على مؤازرة لاعبي فريق غزل المحلة خلال معسكرهم المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام. وقرر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على خوض التدريبات الجماعية للاعبين على فترتين يوميا لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة نظرا لاستعدادهم لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز. وأيضا يسعى مصطفى عبده إلى تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية للعودة إلى النتائج الإيجابية مرة أخرى عقب استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز. ويستعد فريق غزل المحلة لملاقات نظيره الأهلي ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام على استاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل. ويحتل فريق غزل المحلة المركز 11 بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما إن أنتم تتابعونا وتشاهدونا باستمرار وتشتركوا في القناة، قناتكم المفضلة كورة لوكر، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الكورة العالمية والمحلية. شكرا لكم.